السلام عليكم ورحمة الله. في التمرين إن شاء الله سوف نرى كيفية تحديد أو إنشاء النقط في معلم متعامد ممنظم. إذا نأخذ السؤال أوجي معلم متعامد ممنظم أنشئ النقط A B C M N و E. إذا كنأخذ واحد المعلم متعامد ممنظم. ما معنى معلم متعامد ممنظم؟ متعامد أي محور الأفاصيل عمود على محور الأراضي، ومنظم إذا لخدينا هذه OE وهذه OG. إذا OE خصها تساوي لنا OG. إذا ننشئ النقط التالية. إذا نبدأ بالنقطة A. إذا كل نقطة معرفة بأفصول وأرجوب. إذا نقطة A الأفصول ديالها هو ناقص 2 والأرجوب هو العدد 1. إذا أول حاجة كنقوم بها كنشوف الأفصول ديال A ناقص 2. إذا كنشوف محور الأفاصيل، هذا هو محور الأفاصيل، والمحور العمودي كيتسمى محور الأراضيب. إذا كنبدا بأفصول النقطة اللي هو ناقص 2. من بعد كنرسم واحد المستقيم بخطوط متقطعة يخصو يكون عمودي على محور الأفاصيل ومار من ناقص 2. إذا هذا الاتجاه، هذا الشكل هذا. بعد ذلك كنشوف أرتوب النقطة اللي هو 1. إذا الأرتوب خصني نشوف على محور الأراتيب. إذا فين كاين الواحد؟ كاينه في هذا المكان هذا. بنفس الطريقة كنرسمو واحد المستقيم بخطوط متقطعة عمودي على محور الأراتيب ومار من 1. إذا هذه نقطة التقاطع هي النقطة A. إذا النقطة A الأفصول ديالها ناقص 2 والأرجب ديالها 1. إذا بنفس الكيفية غادي نحدو باقي النقط. إذا B لدينا النقطة B الاحتزاز ديالها ناقص 4 و 3. إذا الأفصول ناقص 4 والأرجوب 3. إذا ناقص 4، إذا خطوط متقطعة ناقص 3 أو 3 خطوط كذلك متقطعة. إذا النقطة B. النقطة C احتزاز ديالها ناقص 1 كأفصول وناقص 3 كأرجوب. إذا ناقص 1 ناقص 3، إذا خطوط متقطعة كذلك، يعني نقطة التقاطع هي النقطة C. النقطة M 5 أفصول ديالها وناقص 1 الأرجوب. إذا كنشوفو 5 يعني في الجزء الموجب، وكذلك ناقص 1 يعني في الجزء السالب. إذا تقاطع ديال المستقيمين غيكون في هذه النقطة هذه اللي هي النقطة M. النقطة الموالية هي النقطة N احداثيتها 0 وناقص 1. إذا 0 يعني الأفصول 0 والأرتوب ناقص 1. إذا هنا النقطة C غتكون أو النقطة N غتكون في هذا المكان هذا. النقطة E الأفصول 2 والأرتوب منعدم أي 0، يعني النقطة E ستنتمي إلى محور الأفاصيل. إذا النقطة E غتكون في هذا المكان هذا.